نبقى في الجزائر، حيث العنف في ملاعب كرة القدم الجزائرية أصبح ظاهرة خطيرة تؤرق الجميع، خاصة القائمين على شؤون اللعبة. الأحداث في الملاعب أصبحت متعددة مع تسجيل حوادث شغب داخل ملاعب كرة القدم وخارجها، أحداث تؤدي في الغالب إلى خسائر جسيمة ماديا وبشريا. ملاعب كرة القدم في الجزائر لم تعد سلمية، ففي الكثير من الأحيان عرفت مشادات عنيفة لم تعد فيها الروح الرياضية تاجا لكل مناصر. أبعاد الظاهرة تلخصت في أن أعمال العنف في المدرجات تخطت اللون الأحمر، وأصبح حب الأنصار لأنديتهم مميتا في بعض الأحيان. النظرة بعين المناصر تكون أكثر شرحا للأسباب. الجمهور هذا راهو شغل ما عندوش متنفس غير الملعب، تما يجي لهنا مضغوط، يجي بلا بريسيون، يجي لهنا الله خالف كاع واش يكون في قلبه يطلقوا كاع في الملعب، ومرات تكون استفزازات من الطرفين، من الطرف الثاني صارت استفزازات تؤدي للضرب، تؤدي لمشاكل كبيره. ملاعب الموت حمل فهرس احداث العنف فيها في السنوات الاخيره، حمل شهادات الوفاه بعض المناصرين وحتى اللاعبين مثل حاله الكاميروني ايبوسي. حتى وان كانت اسباب هذه الظاهره ليست مختصة بالجزائر وحدها، يعني ظاهرة العنف هي تقدر تتعمم على مستويات الوطن العربي وإلى عدة أسباب. أحد الأسباب يعني إلى عدة أسباب، أسباب ثقافية، أسباب اجتماعية، وأسباب يعني حتى بنقدر نقول أسباب ديماغوجية. للتخلص من الظاهرة يجب زيادة الوعي عند الجمهور. الكثير من التساؤلات غطت على جمالية الكرة، والأبرز منها ما ذنب مناصر شغوف بناديه أن يكون جزاؤه ليس من جنس تشجيعه. تعددت الأسباب والشغب واحد، فالسحب التدريجي لقوات الأمن من مدرجات الملاعب زاد الظاهرة تفاقما، وبلسان المناصر الواقع يتكلم. اسباب اللي يكونوا في العالم خويا هنايا، حنايا احنا ماشي من احنا ماشي منظمين روحتينا، حنا لي سيبورتور ماشي منظمين روحتينا، ومن بعد يزيد ينحيلك لابوليس المسطاد، اسمك كيف تولي هذا يضرب هذا بالموس، هذا يدقه، هذا عنده حسيفه يرمي من التريبي. وتبقى غايه كل مناصر ومتابع ان تكون الروح الرياضيه اكثر العمولات تداولا في الملاعب.